أحمد البلجا، هني أن تعادوا اليوم نقطة أحسن من لا شيء. نقطة أحسن من لا شيء، لأنه اللي تبع المباراة تبعناها وشفناها، ولكن نقطة تحول المباراة هو ملي شفناك نزلتي من المدرجة وتتغوت باش أنه يكون شونجمون، دخلتي رضا الزمراني وياهو وقلبتي الماتش. هو الصراحة يعني اللعب المدرب إذا ما كانش في 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 المدر في 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 الاحتياط اللي تتصعب عليه شحال من حاجة، وحتى اللاعبين تيولي تيلعب في خاطره، يعني إذا كان المدرب قريب ليه تما كنا هو ديما تيكون البالو مع المدرب، ولكن إذا كان المدرب خارج على الملعب تيكون واحد الصعوبة، واخا تيكون التبليغ بيني وبين لي ستاف المدربين الاخرين اللي في بونتوس، ولكن تتلقى واحد الصعوبه. ولكن شفت حتى ما قدرتش نصبر، نزلت من لي تريبيل وقعدت حدا وراسياز، ولكن المشكل هو بهذا الملعب هكا تتلقى بعدا فين تهضر وفين تسميته، ولكن لقيت ملعب كبير بحال ديالنا وداك الشيء ما عندكش كيفاش تنزل وكيفاش تهضر مع اللعب. تنتمنى من الاداره باش يلقاو الحل هذا الشيء، باش يكون 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 التواصل بيني وبين اللعابه قريب، ويكون يعني في سميتو سي احمد كي قلتي فلي شونجمون فهم محتوي لك، شفنا كيفاش دخلتي يا وكيفاش الزمراني كيفاش تقلب الماتش، ولكن تنشوفوا انه تقبل من المباراه انه رضا كان ما كانش في كاع في لا ليست، انا شفنا كان بيكون طاطا، ولكن في الاخر لحظات شفنا الورقه اللي توصلنا بها باش عاود دخل رضا الزمراني، ولكن نعاودوا نشوفوا تحتي بالنسبه انه المعنويات كيفاش رفعتيهم اللاعبين في هذه المباراه اكثر ما لعبوا المستوى التقني. انا هذا بالله ما قلت، انا من الاول قلت اللي بغى يطلع للتريبيل بغى يطلع طاطا. لا ود لا ليست وصلتنا فيها كان طاطا اللي بيكون تيتيلير هذا كان غلط. انا من الاول في الاوتيل طاطا جاو بيطلعوا للتريبيل، والدليل على هذا الشيء هو الزمراني محزم وطاطا ما محزمش، حين جا لقى راسو في لا ليست تعجب هو قال لك ما كان شي غلط، ولكن الغلط كان شويه من تقني، ولكن اللي محزم هو الزمراني من الاول. والزمراني يعني راه جيتو من راه ترينا معايا يومين، ولكن جيتو مشي جيتو بلا راه عارف طابي ماركي ليا التعادل داك الشيء، ولكن عرفت الدري جاي واللعب اللي جاي تيخصك ديما تكون قربوا ديما يكون حداك ما تبقاش من بعيدو. حتى في التدريب في مراكش شفنا انه كنتي تتلعب بزاف على المعنويات باش انه يكونوا مرتاحين المعنويات اكثر ما كنقول احنا في لي جو تاكتيك في المساله التقنيه داخل الميدان. وراه المدرب ما تيشوف اللعابه تيخصو ما تيشوف اش خصو، داك الشيء اللي خصو ما خصك تديرو لهم، خصاتهم لانطريما تدي لهم لانطريما، خصهم المباراة تدي لهم المباراة، خصهم تنقص لهم من الانطريما تنقص لهم من الانطريما، ولكن الدراري مربيين متخلقين تيصبروا، ولكن المشكل اللي عندنا هو الجمهور ما تيصبرش، خص الجمهور يعاون هاد الدراري. راه شتو الرجاء راه خسرة عرفتي شنو هي الرجاء خسرة في بلادها بربعة لواحد ومع من؟ مع الوداد، ولكن الجمهور هو اللي ربحها ماشي الرجاء، وانا تنعرف الجمهور الرجاوي ما تيسكت، ولكن من بعد تيحاسبك. انا شجعني الماتش كله حاسبني في الاخر حتى انا اي واحد خرج، ولكن انا الاول تنولي تنجي الماتش الاخر تنقول هذا الجمهور ديالي تيشجعني حتى الاخر، خصني ندير واحد المجهود باش نربح باش نرضي هذاك الجمهور، ولكن لا من الاول تدخل تتقول له شويتو بالكوكاب شويتو بكذا يا كذا، راه اللعب من الاول تيدخل واخا يخسر ما عندوش المشكل، تيقول لك اودي مالي يلاه دخلت باركين حتى تلقى سبه. هادشي باش قلت للجمهور ديال مراكش خصو من الاول يبدا يشجع الفريق باش اللعاب يعطيه في الملعب ويربح عليه داكشي بداكشي اللي بغا. وخليني من دوك انا ما تنهضر على الجمهور اللي تيبغي الفرقه، تنعرفوه حنا تنعرفو الجمهور اللي تيبغي الفرقه، ولكن تنعرفو الجمهور اللي مرسول سير سبهم وسير كذا. راه كاينين مسيرين معلمه، كاينين مسير دازوا في الفرقه ودازوا رؤوسها، وراه الفرقه اللي جات تلعب معنا في مراكش تيخلصوا لها تيب بلاصمه.